التقي بكم اليوم قبل سفركم إلى الديار المقدسة لأداء أحد أركان الإسلام الخمس، ألا وهو حج بيت الله الحرام، لنفوس مفعمة بالإيمان والشوق لزيارة الروضة النبوية الشريفة لخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا اغتنموا هذه الفرصة لأتقدم إلى الجميع بتهاني الحارة إلى ما أنتم مقبلين عليه، وأبارك لكم هذا المسعى الحميد، راجيا الدعاء العلي القدير أن يجعل حجركم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. ها أنتم ولله الحمد اختاركم الله لتكونوا ممن دعاهم لضيافته وزيارة بيته، فهنيئا لكم على هذه النعمة التي حظيتم بها وبشرف أداء هذه الفريضة التي تجمع وفود الشعوب الإسلامية وتوحد مشاعرها باسم الإسلام. أنتم تتضرعون إلى الله عز وجل ليمتعوا بالصحة والعافية ولينصروا نصرا عزيزا، وأن يحفظه كما حفظ به الذكر الحكيم، ولتقر عينه بولي عهده المحبوب سمو الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. ولا تنسوا كذلك وأنتم في البقاع المبارك أن تسألوا الله سبحانه وتعالى لبلدكم ولسائر بلاد المسلمين نعمة الطمأنينة والأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. جعل الله حجكم حجا مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبا مغفورا وعملكم متقبلا مأجورا، وأن يعيدكم إلى أهليكم وذويكم سالمين غانمين مشمولين بالغفران وجزيل الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد الورديغي إمام بمسجد نونوش. أنا لحظني الحظ من الأئمة اللي طلعت فيهم القرعة. سنزور بحول الله وقوته الدير المقدسة، وندعو مع المسلمين مع الجماعة ديالي ومع جميع ما اللي وصلني بالدعاء. لا أبخل على أحد بالدعاء، وسيكون الدعاء خاص وعام إن شاء الله تعالى. طول الله تعالى الصحة والعافية والهناء، وانتم الله يجزيكم بخير، وندعو إن شاء الله مع أمير المؤمنين بالصحة والعافية والاطمئنان والدوام والصحة له ولأسرته، والله يحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أسرته الملكية الشريفة، إنه على ذلك قدير، ولا ننساه من الدعاء إن شاء الله في ذلك الديار المقدسة. أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي له من الفضل والأجر والثواب ما سمعتم عنه الكثير من السادة المؤطرين الذين سهروا على توعيتكم وتثقيفكم وتعليمكم هذه المناسك وكيفية أدائها وما فيها من الواجبات وما فيها من الأجور والثواب والأجزية. احنا ماشيين إن شاء الله بالسلامة، ويحفظنا الله ويسترنا ربي، والله ينصر سيدنا، الله يحفظه والله يستره، والله تعالى وبركه يبارك له في العمر ويعطيه صحة جديدة. مبروك عليكم يا حجاج، مبروك عليكم، الله يحفظنا وينجينا. مبروك على الحجاج، الله يحفظنا. حانين نشطانين ماشي نديك المقام الحبيب، رحنا مشينا ومشينا وشفناه، مبروك علينا. صبروا يا خصكم تصبروا، هذه باب الصبر معليها زحام. ما تخافوش ما تخافوش، انا مشي 6 مرات. ايوا راه الدنيا مزيانه ما نسخاش. انا هذا العام مشيت شي بقيت نبكي ونغرد، وجابر الله الحجه مبروكه، مبروك عليكم يا حجاج. ان شاء الله ما نمشيوش للحج، نزوروا المدينه ان شاء الله قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعو مع سيدنا وندعو مع جامع المسلمين الاسره الملكيه وجامع المسلمين كافه اجمعين والسلطه المحليه وكل شيء ان شاء الله. ندعو معهم في كل مطاع ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله تعالى وتبارك يوفقنا ويوفق جميع المسلمين، الله يرحم المسؤولين اللي سهلوا علينا هنايا واللي كيمشوا معنا واللي سهروا معنا واللي جابونا هنا واللي عدلوا المسائل كامله اللي ماشي سافروا بها
الله يجازيهم بخير، الله يرحم الموالدين كاملين جميعا. رحلة مباركة للجميع يا ربي، والله يتقبل من الجميع، والحمد لله والشكر لله، الله سبحانه وتعالى اصطفانا وبغانا نكونوا من حجاج بيته، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع، والله يسهل على الجميع، والله يسر الجميع، ورحلة مباركة إن شاء الله، والله يسر الأمور، ندعو مع سيدنا والله يوفقوا لما فيه الخير، والله يسهل عليه، والله يشافيه يا ربي. شكرا للجميع كاع المؤطرين والمسؤولين اللي وقفوا معنا وساعدونا، والله يجازيهم بخير الجميع، الله يسهل على الجميع. اللهم رب الناس، أذهب الناس، أشفي الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يكفي ألما، اللهم اشفي بشفائك ودوي بدوائك، عجلنا بالشفاء، اللهم في صحتك، اللهم انقذ هذا الجسم من الأمراض والأسقام والأوجاع والوباء والآلام، احفظ اللهم في ولي عهدك. أمين المحبوب مولاي الحسن، أمين اللهم نبات الحسن، اللهم ألف فيه الفلاح والصلاح والنجاح والتوفيق والسداد والرشاد، اللهم احرص وجهه بعنايتك ورعايتك وكنافك الذي لا يضام، وسيج الله بسياجك الذي لا يرام.